بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن مثل ما تلاحظون هذه صورة لومضة برق في منتصف الليل. هكذا تبدو المنطقة التي أصابها شعاع البرق في منتصف الليل، حيث يصاب الشخص الذي يتعرض لهذه الومضة بالعمى المؤقت أو الدائم حسب بعده عن الشعاع. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشأ السحاب الثقال. وهذه سورة الرعد والله أعلم.